أزيد من 2250 طاولة مدرسية يتم إعدادها وتركيبها لصالح الإدارة الجهوية للتهذيب وإصلاح النظام التعليمي من قبل تلاميذ مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني بولاية الحوض الغربي. وفي هذا المضمار يعكف تلاميذ شعبتي اللحام والنجارة على إنجاز المقاعد داخل ورشات المؤسسة التعليمية المهنية بمدينة العيون. هنا نعدد السدير وما شاء الله مستفادين منه التكوين هون التكوين المهني، وما شاء الله جابرين منه استفادة كبيرة ما شاء الله، ومتباركين الله يطوابلهم عدلهم، والحمد لله مستفادين من الشغل اللي فيهم. العمل سنتنا الثانية ماشيين فيه. عاد روح على الطوابل، هي شيها الأستاذ يملس الطوابل ويعدل حيلتها ويجهزها لنا ويجيبها لنا ويجروها على الحجيدة وقفوا الفيسات وكروالات يجهزون احنا طابلوت زين، قيمته زين، مرات مش حد يشتقاد اجبر شي يشتقاد خير له من قعاد في الدار. أساتذة المتخصصون يسرفون على إكمال الطلاب المقاعد وفق المواصفات الفنية المطلوبة، والذي يحقق الهدف من التكوين الفني بالتطبيق في الميدان العملياتي. أهمية ما تحصى به اللي أولا يستفادوا منهم الطلبة في التكوين، عملية التكوين. ثانيا هذا المشروع هو مشروع جيد من نوعه، فيه جانبين، جانب معدني وجانب خشبي، الخشب من النوعية الجيدة والجانب المعدني جانب جيد. هذه هي أجود وسيلة اللي جبرناها قاع لأن قلت لك أن الطلبة اللي هو المتدربين لأنهم يتمارسوا مع شيء حقيقي، لا يقدروا صناعة حقيقية للأجيال القادمة، يؤدوا قاعدين عليها، يؤدوا عقب ذاك هم نفس الصناعة اللي كانت في نظر السوق هم لا يقدروا هم مباشرة، هاي التماس مباشر بالسوق. ويدخل إنجاز الطاولات المدرسية ضمن برنامج يسعى إلى تشييع مدخلات التعليم الفني ليكون قادرا على الاستجابة لمتطلبات السوق في المجال التعليمي. يهدف المشروع بشكل عام لتوفير الطاولات المدرسية للطلاب على مستوى قطاع التعليم بشكل عام، وموجود في تعهدات فخامة رئيس الجمهورية على أن توفر 40,000 طابلة على المستوى الوطني، وطبعا عنده انعكاسات إيجابية على المدرسة عنه يوفر ميدان للتطبيق العملي الحقيقي للمتدربين في تخصص اللحام وتخصص النجار الخشبية، على أن الطلاب يجبروا تطبيق عملي حقيقي على الميدان، ومنهم اللي تعود فمات نوع من التشجيع المادي لهم. وبذلك يجسد إنجاز الطاولات المدرسية بأيادي وطنية شابة أهمية مقاربة التعليم الفني كرافعة للتنمية في تخريج يد عاملة مدربة والاندماج في سوق العمل على مستوى ولاية الحوض الغربي. الفاغة واللي الشيباني، قناة الموريتانية، مدينة العيون.